وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني التي تنوعت بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن. كان المنسق العام للحوار دكتور ديار شوان قد أعلن أن جلسات الحوار ستستمر في الانعقاد لمناقشة ما لم يتم تناوله من موضوعات.